بيبيعش. تمام يا باشا. انما انا محدش هياكدني لو ما قصر عني. ابني لو ما قاليش النهارده اسمه وحياة امي ما يكفي فينا انت ولا بنتك. انا هوريك المقصود وهنشوف هعمل فيك ايه. انا بحبك قوي يا يوسف. انت يا نجيب احنا في الشارع ما ينصحش كده. هو كده ده نصيبي وانا حر فيه. ليك شغل في حاجه؟ ده انا فينا كده تحت البيت ده انت ما لقيتش ليك. صاحبي بيبيعني وانا محتاج. اصبط يا بنت. لا حرام مديني ما انت نازله من باب البيت تاني. رمضان السنة دي كان شكله مختلف تماما في الدراما المقدمة فيه. كان في كم كبير من الأعمال الدرامية بطولة نجوم كبار، وفي نفس الوقت أعمال درامية كان ليها يعني شكل مختلف، وأعمال درامية الحقيقة ما كانش ليها طرق أنها حتى تتعرض حتى في التلفزيون. لكن الحقيقة احنا لما فكرنا التسعين دي ان احنا نبدأ نحتفل ونحتفي بالأعمال المتميزة في رمضان، الحقيقة أنا فكرت إن إحنا نبدأ أول عمل أظنكم هتتفقوا معايا إن هو كان من الأعمال المتميزة جدا، مسلسل طرف ثالث. مسلسل طرف ثالث كان الحصان الأسود في الدراما الرمضانية هذا العام، ورغم منافسة عمالقة الدراما وعودة نجوم السينما لدراما رمضان بعد غياب، إلا أن نجوم طرف ثالث والإنتاج المتميز للعمل ولغة الكتابة الجديدة والإخراج الممتاز للعمل قدر طرف ثالث ان هو ينال اهتمام النقاد واعجاب ملايين المشاهدين. وكان من اللافت ان عدد المشاهدين لصفحة المسلسل على الفيسبوك وصل تقريبا 2,400,000 زائر. السؤال الكبير اللي بيطرح نفسه النهاردة على صناع الدراما المصرية الان هو هل نحن امام موضة جديدة من الدراما المصرية بعد الموجة اللي اطلقت في الثمانينات واطلقها الاستاذ الراحل العظيم اسامة انور عكاشة؟ بيسعدني النهاردة يكون معانا في 90 دقيقة مجموعة من نجوم وصناع مسلسل طرف ثالث، لان سعيد جدا بوجودهم معايا النهاردة وبهنيهم على هذا العمل المتميز. مشرفتني معايا النهاردة المخرج الكبير، عايز اقول الكبير على فكرة يعني صغير سنا كبير في ادائك المهني، المخرج محمد بكير، بهنيك استاذ محمد على العمل المتميز، والمؤلف الكبير ايضا هشام هلال، بهنيك على هذا العمل الجميل، والفنانة الكبيرة الصغيرة هنا شيحة يعني عشان ايه، والمذيع الاعلامي السابق النجم الحالي امير كرارة، يعني اهلا بك امير، مبروك. والوحش بقى انت الوحش، نسميك الوحش محمود عبد المولي، اهلا بيكم يا جماعه، نورتونا النهارده، وانا سعيد بوجودكم معانا في احتفالنا بمسلسل طرف ثالث، بهنيكم عليه جدا وبقول لكم الف الف مبروك، عملتوا شيء رائع ولدا يعني بجد مبروك. ابدا ببكير يعني اولا، خليني في الاخر بقى. لا انت في الاول. ده تاني تعاون مع نفس نجوم العمل مظبوط؟ نفس اللي انت عملته اكس السنه اللي فاتت. ايه بقى كلينا على التجربتين، الفرق بين طرف ثالث وبين اكس السنه اللي فاتت؟ هو احنا لسه بنتكلم على الكيمياء اللي حصلت بينكم يعني. هي الكيمياء ثابته طبعا. يعني احنا اولموست تقريبا ما سبناش بعض من ساعه ما اشتغلنا مواطن اكس لغايه دلوقتي، بقى لنا ايه سنه تقريبا مع بعض. سنة. هو الفرق ان الفرق في مواطن اكس كموضوع ان احنا اتكلمنا عن ما قبل الثوره لغايه ما وصلتنا للثوره. في طرف ثالث اتكلمنا ما بعد الثوره، حاله مصر دلوقتي. مواطن اكس كان بالنسبه لي انا عملت نص العمل، طرف ثالث عملت كل العمل. بس مش عارف اقول لك هشام احكي لي عن العمل، كتبت ازاي، فكرت ازاي في الاشخاص، في يعني انا بحس ان العمل ده فيه توثيق للثوره، وكنت لسه بتكلم حتى قبل الهوا. ده حقيقي يعني. فكرت فيه ازاي؟ فكرنا فيه انا معايا زميلي مصطفى حمدي، فكرنا انه الرغبه في حاله يعني في توثيق الاحداث اللي حصلت من بدايه، مش الثوره في حد ذاتها، لا احنا رحنا بعد الثوره يعني، لو ممكن تقول بعد سنه من الثوره، بعد سنتين اللي بدات الاحداث والضربات المتواليه اللي هي كل الكلام كان بيعلقها على فكره الطرف الثالث، محدش عارف مين والموضوع كده متعلق وغائم الرؤيه، مفيش حاجه واضحه، فكان لازم يعني حاول اجابه. طبعا مش هنقول ان احنا كنا بنحاول نجاوب مين الطرف الثالث، ولكن نرصد اللي بيحصل، نحط نعيد تفكير او نخلي المتلقي يعيد تفكير للي شافه واللي عصره، يمكن يعني تطلع حول الاجابه او فده كانت الرغبه الاساسيه. بس ده كان شيء صعب مش سهل. اكيد كان صعب طبعا، لانه يعني ده كان تخوف واحنا بنشتغل، انه
هل الناس يعني مستعدة انها تتقبل ده تاني، تتقبل فكرة الكلام عن الثورة ومش الثورة، فكرة الاحداث الدامية والمجازر اللي ولا هيحصل حالة رفض وان هو ينصرف عنك ويروح لحاجات تانية؟ بس بشكل مختلف يعني. ده الحمد لله ربنا وفقنا فيه واثبت انه بالنجاح الجماهيري، انه لا الناس لسه عايزة تعيد تفكير في اللي حصل، انها مش فاهمة ايه اللي حصل اصلا ولا مين اللي وراه، فالحمد لله يعني. طب تعالوا نسمع الاغنيه بتاعت المسلسل نرجع نكمل بقى معاها. وكان نفسي اعيش في الخير وابعد بعيد عالشر، كتب لي طريق ومشيت وانا مضطر، وكان نفسي اعيش في الخير وابعد بعيد عالشر، بس كتب لي طريق ومشيت وانا الشعر الجميل ياسر حسنين، اللحن والغناء الجميل عدوية الصغير، يعني بصراحة الأغنية جميلة جدا يعني. فيها شجن وفيها إحساس وفيها فيها حالة في البني آدم الطبيعي. انت بقى عملتي حالتين، عملتيهم ازاي؟ يعني عالم الحارة وعالم الأسرياء شخصيتين مختلفتين تماما، عملتي الدودة ازاي؟ والله بص لحد دلوقتي انا مش عارف. انا كنت خايفة جدا من جيجي، مع اني كنت حابه ان انا اغير الشكل بتاعي عامه في الدراما. فلما بيكو دينا كلموني قالوا لي تعالي عايزينك
لازم بقى انا قلت دينا لازم لازم نشيد نشيد بالانتاج دينا كرايم عمرو قوره الحقيقه هما الاثنين المنتجين للعمل عاملين شغل جميل. دينا طبعا منتجه جميله جدا وعملت اعمال مهمه جدا والمخرج الكبير عمرو قوره طبعا عمل اعمال كثيره جدا فلازم نحييهم يعني مش معانا هم. ايوه فدينا بص هي دينا منتج فنان يعني عينيها مختلفه وما شفتش كتير قوي ما شفتش كده يعني ما شفتش منتج بيهتم بالتفاصيل بجوه الشخصيات بالسيناريو بـ بـ بكل حاجه. فهي وبيكو اصروا ان انا اعمل جيجي وانا كنت بروح بقول له يا بيكو انا خايفه جدا فقال لي انت هتعملي جيجي كويس قوي. فكنا بنعمل اعداد كتير في المكتب وقعدنا على الورق كتير جدا وهشام طلع عينه يا حرام معانا كلنا في كل التفاصيل. كانوا متعبين يا هشام؟ مين اكتر بقى واحد تعبك فيهم بقى يعني؟ بس لما يعني اوقات بتحس انه ده اوفر اللي بيطلب والحاجات كتير قوي بس لا لما النتيجه ظهرت لا هم كانوا شايفين الموضوع. الدور اللي عملته هنا زي ما كتبته على الورق احلى 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 جدا طبعا دي شهاده حلوه. فهي جيجي هي اوريدي بنت يعني عندها حته مش سويه ما نقدرش نقول عليها انها شخصيه سويه 100% هي متطلعه وبتحب ديبو طول عمرها شايفه ان هي هتتجوز دياب بتضرب ذهب وتبيعه عند يوسف في البازار عايزه تامن نفسها وتامن حياتها لما بتحس ان ديبو خلاص سافر ومش هيرجع تاني بتقرر انها تشوف حالها وتشوف مصلحتها في مشهدين مهمين جدا ومؤثرين جدا في الاحداث اللي بيخلوها هي تروح الناحيه الثانيه لما بتشوف دياب في الاول مع البنت دي قبل ما بيسافر بتقول له خلاص انا هستناك بس لو انت مشيت وبعتني انا مش هشتري واحد يعني. وبعدين لما كلهم بيرجعوا من السفر بقابل عمرو يوسف فبقول له فين ديبو فبيقول لي ديبو جات له مصلحه ومش هيرجع تاني. فبقول له يعني هو خلاص هو كده خلاص فما تلومنيش بقى على اللي هعمله. المشهد بقى اللي خلاص بيفصل بقى انها فعلا هتشوف حالها وهترتبط بالشيني لما بيجي لها الرايق في البيت انا بحب المشهد ده جدا بيقول لي انت تفضلي ماشيه على النظام اللي ديبو ومشاكي عليه ومفيش حد مفيش ما تركبيش مع عربيات لا مع شيني ولا مع غيره فبقول له انت ديبو صاحبك ده كلمك كم مره كلمني انا كم مره انت بتدافع عنه قوي جاي متنحرر قوي كده ليه وبتكلمني على ديبو هو فين ديبو ده فهي شافت انه ديبو خلاص باعها فهي بقى من حقها دلوقتي انها تامن حياتها والرجاله كلهم عندها بقى واحد يعني بعد ديبو هي شايفه انه خلاص مش فارق بقى لا الشكل ولا حاجه بس المهم انه يبقى حد يقدر يامن لها بقى حياتها ومستقبلها فبيظهر الشيني وبيكون اوريدي شافها قبل كده فلما بتشوف ان هو في سنه اعجاب بتبتدي هي كمان تقول وليه لا بس النقله برضو كانت يمكن شكلا اكتر بس تفتح بقها يا جيجي برضو احنا كنا حريصين على كده يعني يعني ما كنتش عايزه النقله تبقى مش كده يا بيكو ولا ايه تتكلم معايا يعني النقله في الشكل يا بيكو بس مش في الشكل والموضوع في شخصيتها صح يعني لا هي في جانب حلو قوي باين منها اللي هي شخصيه الست القادره قوي هي كانت قادره قوي بصراحه بس ده كان بكير كنت انا خايفه جدا من ده وهي ازاي تفرض شخصيتها على الشيمي وعلى بنت الشيمي يعني بنت الشيمي اصلا كمان قادره فهي ازاي تقدر تفرض فكان في مشهد لما جابت الفكره ازاي لميس لغالي ازاي تسترد الشقه فانا قعدت الشيمي على الكرسي وميس سات لها كرسي ووقفت انا ما بينهم هما الاثنين فقد ايه هي عامله كنترول على الاثنين فكان ظبطت المشهد على الكلوز اب بتاع ميس الاول عشان يبقى جزء من اسم هنا واقفه فظبطت المشهد على الكلوز اب وبعدين خرجت منه بس فزي ما هي واقفه عامله كنترول على الاثنين وفكره كمان يعني استاذ بكير من المخرجين اللي بيقدروا ايوه استاذ طبعا بيكو ده منا بس بجد يعني المخرج كان بكير كنت انا خايفه جدا من ده وهي ازاي تفرض شخصيتها على الشيمي وعلى بنت الشيمي يعني بنت الشيمي اصلا كمان قادره فهي ازاي تقدر تفرض فكان في مشهد ما جابت فيها زي الاستغلال عامله كنترول كنترول على الاثنين فكان ظبطت المشهد على الكلوز اب بتاع ميس الاول عشان يبقى جزء من اسم هنا واقفه
فظبطت المشهد على الكلوز اب وبعدين خرجت منه بس ازاي ان هي واقفه عندها كنترول على الاثنين. وفكره كمان يعني استاذ بكير من المخرجين اللي بيقدروا. ايوه استاذ طبعا بيكو ده منا. بس بجد يعني المخرج الحساس ما بقاش موجود اللي بيحس بالمشاعر عامله ازاي، ازاي استخدم بوزيشن الممثلين فيقدر تقدر تعرف مين في في السترونج بوزيشن دلوقتي، مين في البوزيشن الضعيف، مين فارض نفسه في المشهد، مين اقوى مين اضعف. فده كان بيبان قوي في حركه الممثلين جوه المشاهد. فانت تقدر تحس ان الممثل ده هو هنا هو صاحب القوه، زي مثلا مشهد عوني لما بيثبت عوني بيقول له اعمل نفسك ميت، بحب المشهد ده فلازم اتكلم عليه. مشهد مثلا استنى بقى انت لخبطتني دلوقتي يا مغني. لا عادي كملي. طيب خليني بقى انا عايز هو كان هو فوق عوني يعني، فده قوه والتاني ضعف. فبيكو بيعرف هو كان بيراعي الكومبوزيشن جدا، تكوينات الكادر والظل والنور. وده بيساعد الممثلين كمان ان هو يحس دلوقتي ان هو في موقف قوه او هو في موقف ضعف. فرونت يعني انت لو واضح انك انت دارس كومبوزيشن كويس جولدن سيكشن يعني، انا حسيت ان في كادرات مرسومه الحقيقه. ايوه مثلا في مشهد طالما هنتكلم بقى تعالى، وفي مشهد اللي بيجي يديبه بيصالحني بيجيب لي هديه وبيشتغلني بالاول بيديني هديه الهديه الرجالي وبعدين هو فوق الدرابزين وانا تحت الدرابزين. فاهم انت عايز تقول حاجه يعني مش عارف عايز تقول ايه يعني؟ يعني جيت على الوتر يمكن او في حاجه عايز قول قول يا قول يا بيبي. هو انا يعني محمل ليك برسائل اعجاب كتيره جدا من الستايل الجديد يعني، والناس كلها تسالني يعني اساله يعني الستايل ده الدور هو اللي طلب الستايل ده ولا انت اللي عامله ولا ايه الحكايه بقى؟ والله احنا قعدنا الاول نشوف ميمي ده هيبقى شكله عامل ازاي. لكن لو هتقول امير كراره كان عايز يعمل حاجه جديده، انا كنت حريص ان انا بعد كان بينزل لي المسلسل بتاع روبي ده كان ناس بتشوفني 100 حلقه فالناس هتزهق مني برضه يعني، انت فاهم قصدي؟ بقى لي 100 يوم بيشوفوني بنفس الشكل. لكن لو هتكلم على ميمي الرايق في طرف ثالث، احنا كنا عايزين يبقى شكل مختلف شويه عن الشكل العادي بتاعه. فقعدنا فكرنا كلنا مع بعض، كنت انا استاذ محمد بكير ومدام دينا وكريم وعبير الانصاري، ان احنا نعمل له شكل مختلف شويه عن شكله التقليدي يعني. فالحمد لله. بص انا يعني انا استاذ عمرو انا بحب ميمي ده حب غير طبيعي، انت مش فاهم يعني. يعني انا بعد رمضان لما كان هيخلص انا كنت زعلان، قلت لهم حتى قلت لكير ميمي هيوحشني فعلا يعني. وعندي مشكله بعد كده ان انا ايه اللي وحشك في ميمي طيب؟ مفتقد فيه ايه؟ شايفه شاب جدع قوي رغم كل الجانب الوحش اللي فيه. النهارده مثلا لسه حد في الجيم بيقول لي المصيبه ان العيال الصغيرين بيحبوك. فان العيال الصغيرين يبقى مثلهم الاعلى واحد بلطجي، بس المشكله ان انت وصلت للناس او للاطفال او للستات او للرجاله ان انت في جواك حته في شر جواك، بس انت بني ادم كويس ونفسك تبقى كويس وفي حنيه غير طبيعيه في وشك وفي عينيك فانا نفسي عايز اقول لك انا مش عارف انا عملته ازاي. انت كنت حقيقي قوي على فكره، كنت شخص حقيقي جدا والله الحمد لله يعني بشكل غريب يعني. انا بقى انا مستغرب يعني لما حد يجي يقول لي انت عملته ازاي اقول له مش عارف يعني. انا عمري ما اتفرجت على نفسي مثلا اقول حلو مثلا، لا اقول ايه اللي انا عامله. بس فعلا المره دي انا مبسوط، مبسوط من نفسي. الحمد لله راضي جدا. عندي مشكله ان انا مش حاسس ان انا هعمل حاجه حلوه زي ميمي ده او زي طرف ثالث. المجموعه طبعا اتمنى ان احنا نشتغل مع بعض على طول، طبعا ما عنديش اي مشكله. مبسوط ان بشتغل مع محمد بكير للسنه الثانيه، واستاذ هشام طبعا كاتب حاجه جميله جدا. غير بقى ان انا كنت طبعا في وسط اخواتي محمود وعمرو، يعني يمكن مغني اكتر واحد صاحبي في الوسط ده كله، فكان شغلنا مع بعض دايما تحس ان احنا بنقف مع بعض بنساعد بعض. لو حد عنده تفصيله بيقولها للتاني، لو حد عنده مش عارف يقولها فده بيسمع وده بيسمع وممكن تكون هي مش عاجباه بس هو شايف ان انا مرايته. يعني لو بقول محمود عبد المغني بقول لك يا حوده ما تعمل كذا، مع انه طبعا اقدم مني بكتير وخبره عني طبعا وكل حاجه، بس كان دايما عنده حته ثقه فيا ان انا عايز له الكويس مش الوحش. فده ساعدنا برضو مع بعض ان احنا كتيم مع بعض عملنا حاجه زي طرف تالت دي. انا بفتخر ان انا اشتغلت في مسلسل زي ده بجد. انت عارف انت عامل زي ايه؟ ما اعرفش يعني هوصفك كده توصيف جالي دلوقتي. انت عامل زي اللعيب اللي قاعد على دكه الاحتياطي نزل ماتش او ماتش حط جول. انت عملت كده في مسلسل بالظبط فعلا بالظبط يعني احساسي بالاداء بتاعك في الدور ده بالشكل ده. لو بص حضرتك بتتكلم صح، انا يعني انا عملت السنه اللي فاتت الحمد لله المواطن اكس،
عملت فيه حاجه كويسه برضو والناس ابتدت تقول ده ممثل كويس وعامل حاجه كويسه، بس بالحجم ده السنه دي بصراحه باعجاب الناس بالشغل الحمد لله يعني اللي انا عملته، انا مخضوض من رد فعل الناس. وهتقول لي كنت متوقع؟ اقول لك خالص. وطول الوقت لحد اخر يوم تصوير انا كنت خايف. ما توقعتش نجاح؟ لا يعني يعني الناس ابتدت تبين لنا نجاحنا من اول 3 4 ايام 5 ايام، ابتدينا في الشارع مش عارفين نمشي، الناس مبسوطه جدا بتاع وفي اخر يوم تصوير انا خايف وكتير بيقول لي هو انت كل ده ما اطمنتش؟ انا فعلا كل ده يعني مش حاسس ان انا عامل حاجه كويسه. بيقولوا لي حرام عليك انت فعلا عامل حاجه كويسه. ابتدت الناس اللي في الشارع تطمني اكتر. اكتر ناس كانت بتبسطني مش ان حد كان بيشوفني طول عمره ويسلم عليا ويقول لي برافو عليك حلو قوي. اكتر ناس حبيتها السنه دي في جمله معروفه جدا بقيت انا اكملها للناس. يعني دلوقتي استاذ عمرو يجي يقول لي ايه؟ عايز اقول لك على حاجه. اقول له انت كنت بتكرهني بس حبيتني في المسلسل. اشهر جمله السنه دي. مفيش مخلوق بيسلم عليا كده. زمان كانت مثلا واحده تيجي تصور معايا ومعاها جوزها راجل محترم جدا مثلا ويشوف مراته بس تقول له ده امير قرار اهو. يقول لها طب يلا. والله العظيم وانا بشوفها بعيني بس تمام يعني بكبر دماغي بس بتصور برضه. يعني السنه دي واحد بيجي معاه بنته ما شاء الله 20 21 سنه اجي اتصور معاها فيقول لي حط ايدك كده فابص له عادي يعني اقول له عادي. فابتدت الناس من كتر ما هي بقت واثقه في مين الرايق خدت الانطباع اتقلب على امير قرار فعلا يعني حس انه ده امير مش ميمي صح. انت فاهمني؟ واكتر حاجه يعني عجبتني في الدور او حسيت ان انا مستريح وانا بشتغل فعلا حسه قريب مني وبيخش في 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 قلبه. يعني علاقته بجيجي في الاول علاقه حقيقيه ما كان بيتكلم مع ميمي او مع يوسف يمكن مع ميمي اكتر في الاول لان في كيمياء ما بينهم في الجزئيه دي. كان يوسف دايما بيقول له انت حكيت وما حكيتليش وقلت لبعض. هو بيقول له يوسف كان جاحد يعني شويه شوف بقول لك يعني ده من المشاهد اللي عملته تحويله غريبه جدا في شخصيته. انت حتى هتحس ان عروقه طالعه يعني فالعلاقه بينه وبين جيجي ما هياش علاقه يعني علاقه حاره وعلاقه يعني فيها مشاعر فيها 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 عبق الحاره فيها فيها ان بنت حتته اللي هو هيرجع لها في الاخر يقول لها انا برضو بتاعك انا لو عوزت حاجه انا وانا انا. لكن المسؤوليه لما بتكون كتير عليه او بيحس انه ممكن يشوف الحب او يشوف حاجه تانية خالص يحس انه حر يحس انه بيتكلم من غير فلاتر انه مع حد تاني يحس انه مش يعني جيجي عايزك ترجم الحكايه اللي بيت وجواز وبتاع وحاسس انه مش دلوقتي في اسره وفي بيت وفي ام وفي عيال وفي اخوات وفي حاجات كتيره جدا. الناحيه الثانيه حاسس انه حر حاسس انه حر وفي نفس الوقت فكره السفر فكره مسيطره عليه زي ما هي مسيطره على ناس كتيره جدا دلوقتي. ويمكن عرفنا مؤخرا ان في اكتر من 270 الف اسره منهم شباب كتيره جدا في مرحله هجره في مرحله سفر. صحيح. ناس كتير بتقابل مشاكلها ايا كانت كبيره او صغيره انها تسافر انها تهاجر. فهو السؤال اللي بطرحه دايما بقى كتير لو كل الشباب سافرت وسابت البلد مين هيبني البلد؟ فهو واحد من دول. وبعدين في الاخر احنا شفنا المشهد ده لما سافر اكتشف ان في ناس هناك اللي هم المجتمعات المدنيه ونشر الحريه والديمقراطيه كلها اسماء عريضه لكن ما بين السطور فيها في ناس حاسده البلد ديت حتى يعني من زمن الزمن البلد دي محسوده البلد دي يعني احنا عشنا سنتين ولا اكتر من غير يعني شبه حكومه غير مستقره شبه مش عارف ايه بس قدرنا نعيش وقدرنا نعمل لجان شعبيه وقدرنا نتكاتف. ده جزء من ديبو يعني جزء من ديبو اللي هو شافه هناك شاف انه بيحب البلد قوي شاف انه ما ينفعش يبقى ضد البلد ما ينفعش يبقى اله في ايد اي حد سواء جنرال او غير جنرال انه يهد البلد. طبعا انا هقطعك معلش عشان احنا طبعا مفتقدين يعني حد ثالث معانا عمرو يوسف اكيد مش معانا النهارده لكن هو موجود في اليونان هو معانا على التليفون. عمرو مساء الخير ازيك؟ مساء الخير يا عمرو ازيك كل سنه وانت طيب. اولا الف مبروك يوسف الدور الرائع الجميل اللي انت عملته في طرف ثالث. احنا طبعا كان نفسنا تكون معانا النهارده في الاستوديو الحقيقه عشان نحتفل بيك انت كمان. والله انا بيني وبينك يعني اقول لك بس ما تقولش لحد انا اتحايلت على الناس عندك عشان ياجلوا الموضوع لان انا كنت حاجات في خلاص تذكره الطيران لان انا كان نفسي اكون معاك وكان نفسي
سعيد اكون معاكم. وبمثل اول عز على محمد بكير المخرج حبيبي وصاحبي واللي عمل شغل جامد جدا. وبمثل على نقول ليديز فيرست انا شيحه، وانا عارف ان هي عندك النهارده للاسف طبعا مش قدامي التلفزيون. استاذ هشام معانا. وبمثل على اخواتي واصحابي وحبايبي امير المغني وامير كراره. في حد تاني معاك ولا لا؟ بس كده دينا ما جاتش، كانت جايه وما جاتش. دينا كراين كانت لازم تبقى موجوده، بس معلش برضه امسي عليها لو هي بتتفرج على الحلقه. لان هي طبعا الجندي المختفي ورا الموضوع اللي احنا عملناه ده. انا بشكرك جدا جدا. وانا لا انا عايز اعرف بس منك انت شعورك ايه للنجاح الباهر اللي عملته في اداء دورك السنه دي؟ يعني حاسس بايه؟ والله يا عمرو ما اكتبش عليك، يعني لغايه اللحظه دي انا بقول لك زي ما انت قلت انا مسافر فعلا. انا يعني عندي ست ايام كده واخدتهم اجازه وراجع مصر كمان اسبوع. الناس هنا اللي بقابلهم العرب سواء لبنان الاردن او حتى من الخليج او السعوديه او الناس فرحانه جدا جدا ومبسوطه جدا جدا جدا، وبيقعدوا يتكلموا معايا في تفاصيل. الناس متابعه المسلسل ما بتفوتش حلقه، وانت مش متخيل كم سعادتي وانا هنا وشايف الناس دي قد ايه حابه المسلسل جدا وحابه التمثيل جدا وحابه الشغل جدا يعني، وحابين الموضوع والفكره. فيعني انا مبسوط جدا 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 وسعيد بالنجاح ده جدا الحمد لله رب العالمين. وواحده من المكالمات العظيمه اللي انا استمتعت بيها جدا وانبسطت بيها جدا مكالمه الملك محمد منير لما كلمني وقال لي انبسط بالنجاح وخاف منه. فبيني وبينك انا دلوقتي في مرحله الخوف من اللي جاي، ويا رب اللي جاي يبقى احسن واقوى ويعني يبقى على نفس المستوى او اكتر ان شاء الله باذن الله. انا عم ببارك لك جدا، كان نفسي تكون معانا النهارده واحنا بنكرم المسلسل واسرته، وطبعا انت بنكرمك معانا النهارده، واكيد لما هتيجي هيبقى لنا اللقاء اكيد مع بعض ان شاء الله. استمتع باجازتك والف الف مبروك، وتيجي بالسلامه ان شاء الله باذن الله. الله يسلمك، متشكر جدا وكل سنه وانت طيبين. ما هو احنا لسه بنتكلم على الشباب المصري، وانت وامير وعمر يعني لعبتوا دور شباب مصري، وبالعكس انتوا اديتونا يعني يمكن هرجع للمؤلف والمخرج بعد كده، لكن انتوا ادونا اعتقاد ان في شباب جميل يعني الحقيقه، ومظلوم في ان احنا نتهم ان هو بلطجي ونتهمه ان هو مفيش من الكلام دوت. يعني ميمي خريج كليه حقوق، وانا خريج كليه تجاره، ويوسف خريج كليه اثار اعتقد. الناس دي كلها يعني معاهم شهادات، وفكره الوظيفه وفكره ان انت قاعد مع كل اسره بتدفع لابنائها الجيل الضايع بين الكبار فلوس كتيره جدا. على فكره بقت مشكله البطاله ما هيش في المناطق الشعبيه بس، بقت في كل المناطق. انت بتصرف على الولد ولا البنت مصاريف قد كده، في الاخر بيقعد جنبك مفيش اي حاجه. اللي انا مبسوط بيه دلوقتي اني بلاقي ناس، انا ميمي وانا ديبو وانا يوسف، الناس بقت حاسه ان كل واحد عنده مشكله او عنده في نزعه، مش اقول شر بس فاهم، شويه غبار بيبقى عايز ينضف، عايز يبقى كويس، عايز يبقى محترم، عايز يبقى انسان له قيمه، عايز يقول انا غلطت وعايز ابدا من جديد. كل الناس دلوقتي بتاخد الانطباع اللي اتاخد من المسلسل ده وبترجمه على حياتها. ما بتتعاملش مع الثلاثه على انهم بلطجيه، لا ان مزج ديت او الحاجات دي، لا بتتعامل معاهم على انهم ليه، لا الناس دي غلطت في حاجه وبتحاول تحسن من نفسها، الناس ديت بتحاول تحسن من صورتها سواء الاجتماعيه سواء الماديه ايا كان. ولكن كل واحد ليه فوقانه، يعني زي ما احنا شفنا ديبو هنا لما سافر وراح اكتشف ان في ناس كارهه البلد وتنشر حاجات في البلد باسم الحريه وباسم الديمقراطيه، والغرض مش كده خالص. فده عمل له بالبلد كده غسيل مخ، فرجع بس ترابها. انا بس عايز اقول حاجه في الاول خالص، يمكن اتش بيقول ان الناس كان متخوف شويه انها تشوف المسلسل كلام عن الثورة أو كلام عن، لأن الناس شبعت شوية نشرات وتقريرات وحاجات كتيرة جدا. اللي عايز أقوله في إن محمد بكير طبعا مع حفظ الألقاب ما قدمش الحكاية على إنها مقالة وعلى إنها نشرة. أستاذ محمد بكير بيكو بكير زي محمد منير ما بيقول بكير. برضه فنان كبير محمد منير كلمني برضه، مش قادر انسى المكالمه دي برضه، بخش في النص كده، انه قال لي حاجه غريبه جدا. قال لي راجع ال 25 سنه اللي فاتوا وشوف كل الناس اللي عملوا، كل النجوم اذكرهم واكتبهم وشوف الصح والغلط اللي عملوه، وما تعملش الغلط منهم لان اللي جاي كويس ليك ولكل الجيل اللي احنا اشتغلناه في المسلسل. اللي عايز اقوله لمحمد بكير انه بيهتم بالمشاعر، بيهتم بالتفاصيل، بيهتم بادق الاشياء اللي بتدخلك كممثل جوه الحاله في سرعه شديده جدا،
بيقدر يوصل مشاعرك ومشاعر المحيطين حواليك للناس بطريقه الناس بتندمج معاك بتعيش معاك. وفي نفس الوقت انا مش عارف بس برضو ادام بتكلم كده برضو لازم اجيب فعلا دينا كريم زي ما قالت هنا هي مش مجرد منتجه او حد بيهتم بالشكل الانتاجي او باللغه الانتاجيه. هي حد انت ممكن ترفع السماعه زي ما بتكلم هشام هنا بتقول له المشهد الفلاني انت ممكن تكلمها برضو تقول لها المشهد الفلاني بيرد على مشهد كذا ولا ده ايه بتقول لك تك 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 تشرح لك كل حاجه تكلمك عن تفاصيل مهمه جدا. فده انت محتاج ايه؟ محتاج اكتر من كده انك تطلع شغل عامل كده يعني انك عندك منتج فنان وهشام ومصطفى يعني حسوا بينا وحسوا بالشارع ونبض الشارع وفي نفس الوقت بكير وجبر وكل الناس اللي كانت موجوده في المسلسل طلعت حاجه فاحنا جزء اذا كان الناس مبسوطه مننا احنا جزء من كل وهم الكل بصراحه. لكن بكير مين الطرف الثاني ده ما قلتليش؟ هشام بتقول لنا الطرف الثاني لا لا لسه عاملك انت الاول مش مين الطرف الثاني؟ لا هو انا مش عارف يعني جهاد تحقيق نفسها جهاد تحقيق نفسها ما وصلتش يعني احنا مش عارف اقول لك ازاي بس اتكلم انت على الطرف الثاني. بص انا ممكن اقول لك حاجه لعمرو قبل بعد يعني هو يفكر احنا انت عارف مين الطرف الثاني انا مش عارف مين الطرف الثاني بس اللي عايز افهمه للناس ان احنا بعد ما عملنا المسلسل واتشافنا ابتدت طول الفتره اللي شغال فيها المسلسل الناس بقت تسالنا مين بقى اللي هيطلع الطرف الثالث في الاخر؟ حسينا ان هم هيشوفوا الوحش في الاخر اللي هو اللي بيعمل كل ده. احنا طول ما احنا بنشتغل او طول ما احنا قاعدين مع هشام على الورق او بنكتب او بتاع كل واحد فينا لحد النهارده شايف الطرف الثالث شايفه من وجهه نظره هو انا شايف من وجهه نظري الطرف الثالث هو احنا. مفيش حاجه اسمها طرف ثالث، مفيش كل شويه حد يطلع لك اكيد في طرف ثالث، اكيد في البلطجيه، اكيد مفيش الكلام ده. انا رايي كل واحد في البلد دي اذاها او عمل لها حاجه وحشه هو طرف ثالث في الموضوع. حسب كل اللي اتفرج مع احترامي على المسلسل ده وشاف احنا نموذج صغير جدا قد كده من شباب المصريين بس اللي ما خدش عظه ان الشباب دي كانوا ممكن يبقوا طرف ان هم ياذوا البلد وما حسنوش من نفسهم كل دول طرف ثالث في الموضوع. لكن انت تقول لي في طرف ثالث انه في حد مخطط اصل اللي مش عارف مين اصل مش عارف كل دي اشاعات لكن طرف ثالث كل واحد فينا جواه طرف ثالث. وهي جمل بتتقال يعني في النظام السابق كان يقول لك ايه اللي عمل بني منظار دي حاجه يعني معموله بدقه شديده جدا يقول لك ده مختل عقليا. اللي عمل مش عارف ايه خبط ايه في مختل عقليا يا جماعة اللي عمل وحط مختل عقليا حضرتك ده ما ينفع مختل عقليا يا فندم مختل عقليا فكنا بنضيع مع المختل عقليا فحاليا يعني استبدلت الكلمه دي بكلمه طرف ثالث. بس النقاد قالوا ان انت حاولت تدافع عن الشباب وبرأهم من تهمه ان هم الطرف الثالث او بعض البلطجيه اللي يعني هذا صحيح؟ ما هو اصله يعني واقع الامر زي ما كان مغني بيقول ان هم ضحايا في الاساس يعني يعني دايما عندي فكره انه الجيل اللي هو ابويا وامي واهالينا هم اللي تحملوا عبء حياتهم وعبء الجيل اللي بعدهم. يعني النهارده لما تلاقي شاب جامعي اذا ما فيش شغل اذا ما فيش وظيفه مش هيقدر يتجوز مش هيقدر يجيب شقه مش هيقدر بتلاقي يا ابوه بيجيب له شقه يا ابي يعيشه معاه في بيته اللي هو كان اشتراه مش عارف في الستينات او السبعينات. فالجيل جيل فيه مشكله فيه هو مش بلطجيه قد ما 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 يعني صحيح. مطروح او في الاعلام لا في جزء منه انه ضحيه كبيره. هشام انا اسف بس دلوقتي البنت الاول كان عندها ماساه انها سنها مش عارف وصل لكام او دلوقتي الولد وصل ل 37 و 38 و 40 فبقى زيه زي البنت بالظبط دلوقتي مفيش ولا عارف يتجوز ولا عارف يعني عنده نفس الماساه فده برضو من ضمن الحاجات اللي انت طرحتها برضو في يعني ده بيصب فكره انه ضحيه في الاخر يعني مش هو عامل ده بمحض ارادته لا فيه هو معرض لمؤامره ما تعرفش مين اطرافها اللي حطوه فيها بس هو ده الواقع. على ذكر فكره الطرف الثالث بقى دي يعني حاجه برضه عايز اضيفها في فكره بونا السيناريو نفسه هو فكره الطرف الثالث هو بغض النظر عن مين الشخص هو اي طرف بيسعى لاحداث الوقيع بين الطرفين المنسجمين او المفترض فيهم. لما كنت تشوف البونا بتاع العلاقه بين كل شخصيه من الشخصيات هتلاقي في طرف داخل ثالث داخل فيها بمعنى دي بوجيجي تلاقي في امينه طرف ثالث هيسعى لاسباب العلاقه ميمي وسماحه وموحه هتلاقي في الوزيره طرف ثالث عمرو يوسف شخصية يوسف مع نادين فتلاقي غالية طرف تاني بتطلع من الدايرة دي لدايرة أوسع
دائرة البلد والطرف الثالث اللي هو الممثل في جنرال ايا كان شخصيات الفذ اللي هو بنحملها عليه، هو طرف ثالث ابعد او في دائرة اوسع من ال. فده كان فكرة محافظين عليها جدا في بناء السيناريو واحنا شغالين، انه مش بس اللي هو بينسب اليه الاعمال اللي خربت في البلد، لا كمان على مستوى الشخصيات الفرعيه او الرئيسيه في المسلسل. انا اصعب مشهد بالنسبه لك كان فين؟ لا في كذا واحد. يعني المشهد اللي انت تعبتي بيكو بقى دايما بقول انا عايزه بيكو تقولي بكير. هو شايف يعني كنت لسه بقول هشام مفيش مشهد سهل في المسلسل. مفيش مشهد سهل في المسلسل. يعني مشهد سهل. مش عارف يعني انت عملت فيه ايه. هو المسلسل عامل زي الفيلم الطويل يعني انت حتى الديكوباج بتاعك والتقطيع بتاعك. اه كل حلقه تقريبا شوف ما بيكو عامل مشاهد الالترس ومشاهد الكشف العذريه اللي قلبت الحدود راسا على عقب. اتكلمنا شويه ما اتكلمنا عن عذري يعني يعني انت عملت كشف عذري اكنه يعني اكنك شفته في الواقع بالظبط او اتحكى لك بالظبط. يعني هو النوع ده من المشاهد انا اتعاملت معاها بمنطق الحلم تماما. يعني انت جبت الحصل في متحف مصر بالظبط. يعني انا ما اعرفش حصل ايه خالص بس يبدو ان هشام عارف. هشام عارف ونزل. بس انا اتعاملت مع كل مشكله من منطق الحلم. يعني البنت دي شايفه نفسها ازاي، البنت دي عاشت ازاي. للاسف قضيه كشف العذريه في مصر ما تعاملوش معاها كويس كصحافه واعلام. اهتموا بفكره الاتهام، يتهموا مين ومين عمل، ما اهتموش بالبني ادم او البني ادمين اللي حصل لهم ده. فانا لغيت كل فكره ما اتهمتش حد او كشف الصوره وما همناش ان احنا نتهم حد، على قد ما انا همنا ان احنا نشوف البني ادمه دي احساسها ازاي وشايف الموضوع ازاي. هو ده واعتقد ده اللي اتنقل مجالك الفيدباك من الناس اللي حصل لها كده جدا. بالظبط كلموك قالوا لك ان المشهد اتعمل زي ما هم كلموا هشام وقالوا له يعني شكروه ان ازاي قدرت تنقل الصوره دي بجد وتنقل. هي فكره ان انا عايز احسس المشاهد بالمأساه. فتعاملت مع كل المشاكل دي حتى فراج لما عينه راحت كان الموضوع سلو موشن وكان معمول ميوزيكال قوي. فالنوع ده من المشاهد لما بتلغي الحوار خالص وبتخليه ميوزيكال جدا وناعم جدا وبتخلي الصوره عكس الحدث ففعلا بيأثر في المشاهد. معانا كمان الفنانه الجميله نجلاء بدر اللي عملت دور ممتاز في المسلسل. نجلاء مبروك. يا عم مبروك علينا كل سنه ومبروك عليك ومبروك بجد ان هم موجودين معاك عشان هو مبسوطه ومش هسيبهم وهفضل وراهم كده على طول. مش سايباهم في حته. هي معايا الوزيره بقى قول لنا بقى ايه بقى كلميني عن دورك. انا دوري طبعا اتكلم عليه جيم نمبر 1 بقول له ازيك واستاذ محمد بكير او بيكو. انا احلى دور لما كان في حياتي وطبعا عمري طايق التمثيل بس ما اعتقدش ان انا هعرف اوصل بالجداره دي مع تعاطف مع شخصيه وحبها او عشقها بالشكل ده. بس من احلى الشخصيات اللي اتناولتها في حياتي يعني اذا كان عمري طاير فني يعني. بس بسلم على امير بقول له مبروك يا امير. بسلم على اغني وهنا بقول لها بحبك جدا يا جيجي. وبسلم على هشام بقول له مبروك عليك وبيكو طبعا المايسترو بتاعنا الكبير اللي عزف السيمفونيه الحلوه ديت وزينك ورعيان واستاذ عمرو قوره. كلنا كنا مبسوطين جدا وكلنا زعلانين قوي التصوير خلص عايزين نكمل بقى. مبروك ليكي كنا نحب تكوني معانا وبجد عملت دور هايل برافو عليك بهنيكي. يا استاذ عمر بجد سعيده انا سعيده ان انت استضفتهم بجد في البرنامج دوت لان العمل ده يستاهل كتير قوي لانهم تعبوا فيه كتير قوي قوي يعني. صحيح. الف مبروك يا نجلاء. باي باي. طيب اصعب مشهد بالنسبه لك؟ يعني عايزه تقولي اصعب مشهد والطف مشهد يعني المشهد يعني انت عارف في حاجات كده لما بتقفل بتبقى لطيف قوي يعني. لا يعني الطف مشاهد كنت بحبها بصراحه مع الاستاذه العظيمه فادي عبد الغني. طبعا يعني كارثه. انا عايز اقول لك ان في كم مشاهد اتشال في المونتاج بسبب ان احنا بنضحك بس. والله العظيم يعني بكير كان يقول لي ايه طب خلاص ما تقلقش يعني احنا ناخد زاويه كده بس ايه على دينا وانت بتضحك وهنقطع ونظبط وبتاع. يروح على دينا يلاقي دينا بتضحك يجي عليا مش عارف ياخد المشهد. فطبعا هي يعني برقصة شاذة بصراحة. دي من احلى المشاهد اللي اشتغلتها في المسلسل والمشاهد طبعا اللي بتجمعنا احنا الثلاثة مع بعض الصحاب. بس المشاهد اللي دمها خفيف مش الحزن اللي فيها دراما ومأساة
دي طبعا مشاهد لطيفه جدا. من اصعب المشاهد طبعا كاحساس ان حد تكونوا ثلاثه وفجاه بيبقوا اتنين بس، دي كارثه. يعني ربنا ما يكتب على حد ابدا طبعا ان ثلاثه يبقوا اصحاب واحد منهم يروح، دي صعبه قوي يعني صعب. وصورناه في حته كمان في المقابر، ومفروض ان هو مدفون واحنا قاعدين بنتكلم مع بعض يعني. فده كان مشهد صعب قوي بصراحه. احساسك ان واحد منكم راح، واحساسك انه في اتنين في الاخر بيحبوا بعض لدرجه انهم بيعملوا ديل مع بعض، مين يشيل الليله يخش السجن ومين اللي يخلي باله من الناس اللي بره. يعني ده هيدخل السجن، بس على فكره اللي بره ده حمله اكبر، ده يخلي باله من امه واخواته البنات ومراته وعمتي ومراتي وابني اللي جاي. فكل واحد فينا شال الليله بطريقه مختلفه شويه. فده طبعا اخر يومين ثلاثه بتوع قتل الجنرال والمقابر دي كانت من اصعب المشاهد بصراحه. يعني طبعا كان نفسنا نكون معانا المنتجه الجميله منتجه العمل دينا كرايم، لكن هي معانا على التليفون. دينا مبروك يا دينا. وطي التلفزيون. ايوه يا مبروك، الف مبروك. الله يبارك فيك، ميرسي. استنيناكي كوني معانا النهارده. انت عارف انا بحب ابقى ورا الكاميرا، ما بحبش اطلع. انا عارف. مبروك جدا، الحقيقه العمل كان اكتر من رائع. احكي لنا بقى انت بقى ايه حاسه بايه بعد النجاح الباهر للعمل؟ بص انا يعني مبسوطه قوي بالعمل كله، بس ما كنتش متخيله انه هينجح للدرجات دي، لدرجه ان انا خايفه اصدق. عارف الاحساس ده انك عملنا كل ده وحصل امتى يعني. عايزه اسلم على كل الموجودين، لان كلهم دلوقتي بعتبرهم عيلتي الثانيه. لاني بقعد معاهم واشتغلنا مع بعض وقت طويل قوي السنه اللي فاتت والسنه دي. مش مغامره صعبه انك انت تغامري ان البطوله كلها تكون شباب؟ ما خفتيش؟ بص انا ما اعتقدش ان هي مغامره على قد ما هي لازم انت تبص لقدام. يعني دايما كل شويه لازم يطلع ناس جديده، ولازم كل شويه حد ياخد الريسك او المغامره ان في ناس كويسين وممثلين بجد وبيعرفوا يأدوا مشاهد هايله وبيعرفوا يأدوا ادوار كويسه. بس كل الحكايه ان احنا دايما بنستسهل، بنقول مثلا فلان ده نجم وكويس فهنجيبه في العمل، لكن ليه ما يبقاش في فرصه وهم اثبتوا ان هم هايلين واكبر من كده بكتير، وان هم نجوم. يعني اللي بيمثل ده او الفنان بيظهر في الحاجات دي، فان هو تديله بس فرصه فبينجح فيها، وهم اثبتوا ده واثبتوا اكتر من كده كمان. هل ناوي تكرري التجربه معاهم تاني بنفس الفريق السنه الجايه؟ يا ريت يرضوا هم يشتغلوا معايا تاني. ترضوا يا جماعه تشتغلوا معايا تاني؟ طبعا طبعا. ده مش سؤال، ده مش سؤال. عموما انا بهنيكي، بقول لك الف مبروك بجد، انت عامله عمل جميل جدا يستحق كل تقدير وكل يعني اشاده بجد. مبروك، الف مبروك كبير. ميرسي، الله يبارك فيك. ميرسي. ايه محمود ده اصعب مشهد ايه بقى؟ اصعب مشهد. والطف مشهد برضه. والطف مشهد. رغم ان المشاهد كلها كانت صعبه الحقيقه. المشاهد اللطيفه كانت في التعريشه فوق مع سيد رجب. فنان عظيم. لا طبعا هاي بصراحه طبعا يعني. ونحييه من هنا طبعا. نهنيه طبعا جدا. تحس انك بتمثل كده في سلاسه كده، ما فيش تمثيل. تمثيل الا تمثل، ومعاه فعلا الا تمثل، حياه طبيعيه. فكان في مشهد بكلمه وداخله بتكلم عن ذكريات و حلو المشهد. مفيش بدله. بفتكر ابويا، بفتكر مش عارف ايه وبتاع. ففجاه قال لي ابويا ايه ده؟ انا بحب. قلت له بتحب مين؟ قال لي مديحه. قلت له مديحه مين؟ فمديحه دي ام صاحبي، ام يوسف. فطبعا الدنيا مشاهد اللي بحبها جدا، اللطافه، حاجات فعلا مشاهد صعبه زي ما هي. هو المشهد بتاع المقابر كان صعب جدا، خصوصا كتوقيت وكحر وكحاله نفسيه، انك فعلا يعني الثلاثه الاول مره بيبقوا اثنين، حتى هم استاذنوا من الظابط بيقولوا احنا يعني اول مره هنقعد مع بعض احنا الثلاثه، فيا ريت تسيبنا يعني شويه. فدي من اصعب المشاهد اللي قابلتها. وفي نفس الوقت مشهد في سلوفينيا لما اكتشفت ان انا يعني ضحك عليا ضحكه كبيره جدا، ده بطلع من المشهد وحاسس ان عروضها تطلع خلاص، يعني اندمجت لدرجه الراجل كان هيروح في ايدي يعني. دي من المشاهد الصعبه يعني. خلينا نشوف رايك.
ايه الناس بتموت بعضها؟ لا وفي عشره وانت اتحط بدلهم خل وكره، وانت اللي عملت كده وانا اللي ساعدتك. هذه ما هي مشكلتي. فكر كويس وضع على نفسك فرصه ما تلاقيها في اي مكان. لقيتها في حملة فيها الخير وانت اللي تديروها. انت مجنون انا عليك. مجنون؟ عايز تخربها هنا وتخربها هناك؟ ولكن ايه؟ انا استكفيت، اديني فلوسي. تعتبرها المؤذنة فهمت. بس يبقى تراجع حالك. اراجع ايه؟ هذا اخر كلام. اخر زفت. في شرط في العقد، اللي بيرسخ العقد ما بيسترد فلوسه. يا راجل. ايوه اقرا العقد، اقرا النسخه اللي معاك. انا مش عارف اي حاجه وفلوسي ياخدها من كرشك. ايوه يا راجل. ايوه تبدل مين يا ولاد الكلب؟ زي ما تتكلم من هنا. مين يا ولاد الكلب؟ ايوه بحاجة عايزة انت أقول بتضرب بغل على فكرة. مش عارفين فعلا مين دول يعني. هو السؤال فعلا هم مين دول؟ مين دول؟ ما هو طرف ثالث برضه. هو ده داخل لك داخل داخل البلد من منطلق يلا ننشر الحرية ويلا نحب بعض ونحط ايدينا في ايدين بعض. انت لما شفت عرفت ان هو كان من ضمن جماعات اللي بتراقب الانتخابات بالظبط في الاخر. ايه عايز تقول ايه؟ قعدت رجعتني لل يعني من اصعب المشاهد للممثل ان هو بيبقى مطلوب منه ان هو يعيط. ان هو بيعيش حاله فيها كآبه وفيها حزن وفيها علمونا زي ما اقول لك افتكري مشهد دراني في حياتك وعيطي. انت عملت ايه؟ بس ده عامه انا شايف ان هو يعني هو انا ما عرفتش اعمل كده يعني. في كذا مشهد كان فيهم عياط بس يعني انا فاكره مشهد موت نص اخويا ومشهد العزاء اللي بيجي لي فيه ديبو والمشهد اللي بيجي لنا امير شايل نص. المشاهد دي كانت صعبه جدا وازاي يعني بيكو بيعرف بالظبط بيقول كلمه ونص بيخليك تنهار وتفضل مستمر في الانهيار. يعني نشوف المشهد بتاع العاده. طيب نرجع نكمل. ماشي. في بينا عيش وملح. انا مش هفتح مواضيع قديمه قفلتها كلها لما اتجوزت. طب مش هعتب عليك وقال لك سافرت بقى وسبتني وانت تقول لي سبتيني واتجوزتي. لسه بسألك شفت الدنيا وصلت بينك فين؟ اوعي تفكري يعني قدام الجزء ليه؟ قالت لي اشهدني بالعافيه. الدنيا وريتني اكتر من وريتهولك بكتير. مش قد يا زين، مش قد. أنا جوزي هير وبنتاخد مني غصب عني. وأبويا أبويا سرق كل اللي حالتي وهير. أي حاجة مش من حقنا تضيع من إيدينا. بس ده كان حق. ابني ده كان حق. مين يرجعهولي؟ يا رب يا رب يا رب. انا عايز اقول لك على حاجه. سمعت كلامك يا حبيب. دلوقتي بقى لك اخ وصديق. اي حاجه تعوزيها هكون تحت امرك في اي حاجه. لو احتجت اي شيء هتلاقيني موجود. اي حاجه شاوري انت بس. ده مشهد اخر لقاء بيني وبين عزلنا. اخر لقاء بيني وبين زيبو بعد ما بتفحل في المحل والستات بيبهدلوني. ده انا في حاجه عايز اقولها بدون قطع كلامك. ما في حد ما ذكرناش اسمه بصراحه انا يعني لازم نشكره برضو. طبعا جبر مدير التصوير اللي ما ذكرناش اسمه تامر كروان. طبعا اللي عامل الموسيقى الجميله جوه المشاهد دي. عايز اقول لك انها بتعلي المشهد بتوديه. وتامر كروان الحقيقه ليه شغل كتير جدا جميل حقيقه. دي تاني تجربه معانا برضو. السنه اللي فاتت كنا مع بعض في المواطن اكس بتاع. فبحييه بجد بقول له تسلم ايدك. يعني عايزين نتكلم على احمد حافظ المونتير العبقري. احمد حافظ طبعا. علي حسام وعلي حسام امير انصاري ار دايركتور.
ناصر و... زيدان. ناصر زيدان اكيد ناصر طبعا. بس جبر و... احمد جبر وحافظ و... يعني دول جناحات بتوعي. يعني هشام ده اول عمل توثيقي نقدر نقول عليه بيوثق لثورة 25 يناير. مش عارف بس اعتقد انه يمكن اول حاجة تقرب من الاحداث بشكلها الفردي كده, حدث 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 بتتابع, وان كان في يعني اختلاف في الازمنة اللي حصلت في الواقع. يعني مثلا محمد محمود كان في نوفمبر, كشف العذرية في مارس, احنا في التناول الدرامي حطناهم الاثنين في ازمنة متقاربة شوية. مزبوط. ده يعني للسياق الدرامي, بس اعتقد ان هو يمكن اول حاجة توصف الموضوع بالشكل ده. مفيش حاجة اظن قبل كده. امير تفتكر بيبقى الفتره الزمنيه القريبه كافيه ان الواحد يوثق لفتره تاريخيه او حدث تاريخي سهل, ولا محتاجه وقت اكتر شويه؟ والله في الظروف اللي احنا فيها اللي بتحصل في البلد دي صعبه شويه, لان زي ما بيقولوا الواحد مش عارف الضربه جايه له منين. يعني احنا مش عارفين. والله متاثر بالدور. والله والله متاثر. لا 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 اعمل له كده. يعني انا صدقتك والله, وانا بس واخد بيه. انت عارف يفصل على فكره. لا على فكره كلنا عندنا مشكله, يعني كلنا لسه عايشين في حته في حته الدور. يعني انا نفسي الناس في الشارع مفيش كراره دي. خلاص خلاص ميمي ميمي كل الناس ميمي دلوقتي. خلاص رحت الباب لقيتهم كلهم عالقين البتاع وعاملين, ودينا شربيني بشوفها بقول لها يا موحة, وياسمين الرئيس بقول لها يا شيمو, يعني بناديهم باسمين جوه المسلسل. مش عارفه افصل بره ان انا اقول ياسمين او امير. يعني دايما بقى خلاص الاسامي هي دي. انا لما قلت لك اعمل لهم جزء ثالث على طول. انا بس نخلص المشكله دي. سالوا بس احنا كلنا كنا في حاله قلق شويه, وامير كان متزعم طبعا, لان امير بيبقى عايز دايما احسن. انت فاهم كلنا هو دايما عنده حاله ثقه ان في ان 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 المسلسل ده هينجح وان احنا هنكسر الدنيا. ده من اول خالص واحنا قاعدين على الورق ده. فانا عايز افهم برضه اساله بقى المقوله جايه. هو بكير الوحيد بصراحه في وسطينا, هو ودينا كرايم اللي كانوا شايفيننا صح, شايفين احنا بنعمل ايه, ودايما كانوا عايزين يطمنونا. يعني انتوا تمام يا ابني, انت هايل. انا هب مني مره يقول لي يا ابني ما تهدى انت كويس, مغني تطلع منه الجنونه. تهب منه برضه يقول يا ابني انت كويس. ساعات بيتجنن كتير. لا كلنا انا مغني بهدلنا الدنيا. لا بس هو قول يا بكير, انت شفتهم يعني الطمانينه دي جات لك منين؟ هقول لك الموضوع ابتدى ازاي. يعني الموضوع ابتدى من عند دينا كرايم. عملت دراسه ازاي ننجح. يعني هي اتعاملت مع ده مشروع, والمشروع ده لازم ينجح. فايه العوامل اللي تنجحه, والمشاريع التانية اللي هتبقى قصادنا توقعنا يعني عملنا السيناريو المشاريع دي فعلا ممكن تبقى عاملة ازاي, واحنا نروحها عكس تماما. تماما. يعني احنا جاي في بالنا ان ناس كتير قوي هتروح لمودة مواطن اكس, ومواطن اكس عمل ازمة لكتير قوي من المنتجين, لان المشروع اللي قايم على نجوم, اللي مش قايم على نجم واحد, البطل فيه الفكرة, البطل فيه الموضوع نفسه. فهي فكرت ازاي المشروع ده ينجح, وابتدت تحط دراسة. عندنا ثلاث شخصيات. الشخصية دي الرايق ده لازم يبقى حنين زيادة, ديبو ده بيفكر مش عارف ايه. فعملت دراسة لكل المواضيع ازاي ننجح, واللي قصادنا هيعملوا ايه, وازاي نبعد عنه. فاحنا كنا متاكدين ان الموضوع بتاعنا مختلف تماما. اتكلمنا عن فتره مصر بتمر بيها, بس بالشكل الطبيعي اللي الناس بتتكلم بيه في الشارع, ما نقلناهوش بشكل زي شكل في انشا وخطب, طبيعي جدا جدا جدا. فكان الموضوع قايم على فعلا دراسة كانت بتدي السيناريو لكذا حد شغال في الشركة. كل واحد يطلع كان بتشوف المشاكل, يعني بتشوف المشاكل اكتر من ما بتشوف الحاجة الكويسة. فبتدينا نمسك المشاكل دي ونقولها للبشمهندس, طلعنا عينه عيد بقى ويكتب. عملت بقى ري رايتنج مرة تانية, كتبت تاني.
مرة 10. احنا كنا بنكتب لغاية كتاب لا مش للدور يعني. بس لما كتبنا انا بصور وانا بصور اخر مشهد قبليه بيوم كنا كان في حاجات احنا جينا في الاخر واحنا بنصور مشهد اكلمه على التليفون تغيروا لا يعني واحنا خلاص ظبطوا النور بتاع المشهد وداخلين اقول له ثانيه واحده بيكم رايح للشمال له بقول لك انا مش عايز اقول كده اقول ايه فمعذبينه طبعا فيقوم جاري قايم بسرعه جايب الورق انت عايز انهي مشهد لا يعني. انا ماشي في البيت بالورق يعني بينام بالورق في حضنه الفكره ان احنا كنا بنشارك الممثلين كلهم فيقولوا رايهم في ادوارهم وادوار زمايلهم فده بيسموه في الاعلان اللي هو فوكس جروب اللي هو زي عشان تقلل كم المشاكل اللي ممكن تجري فهو ده اللي نجح نطلع المشاكل ونديها لهشام هشام يعالج المشاكل احنا نحلم بحاجه هو ينفذها لكن بفكروا تعملوا جزء تاني او تكملوا الشغل مع بعض كجروب خصوصا مي بس سموه مي برضو يعني شفتوا دول عشان ما يزعلش اللي جاي بعمله دودي يعني انا احلى 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 كلمه شفتها على الفيسبوك مكتوبه قعدت اضحك اكتر كلمه ضحكتني يعني قال لك امير كراره غير مفهوم الميمي عند الناس يعني ميمي ده زمان كان بيطلع يعني ميمي ميمي شو ميمي ابتدى اللي اسمه ميمي دلوقتي بجد بقى فخور ان اسمه ميمي يعني شاب الخشن طب تعالى بقى ميمي نشوف مشهد المقابر يا عايشين مع بعض فرحنا وحزننا كسبنا وخسرنا فتحنا صدرنا على الدنيا عمرنا ما خوفنا من حاجه عشان احنا مع بعض بس دلوقتي يا ديبو الحسبه اختلفت قصدك ايه؟ قصدي انت فاهمه كويس طول عمرك بتفهم من غير ما اتكلم من غير ما افتح بقى كلمه واحده انا فاهمك يا ميمي عارف انت عايز تقول ايه
بس مش هينفع يا صاحبي. انا اللي عشانها مفيش حاجه اسمها مش هينفع. ده مش وقت اصله وبتاع. الشيله دي دورك كلها. امك، اخواتك البنات، مراتك لسه ما شافتش الدنيا معاك، انت عندك عيل جاي عيل برضه لسه ما شافش الدنيا. اديك يا ميمي، اديك ابنك يجي الدنيا وهو ملوش اب. اتولد يتيم وابوه عايش. هقول لعالم دي كتير اتمنى اتولد بين ايديه. ارتيك يا ميمي. لا يا صاحبي ما تحرمش ابنك منك. ابني مش هيعيش يتيم. انت تخلي بالك منه. خليك لو راجل زينا. بس امان عليك يا اخي. سميه يوسف. لازم يفضل عايش حوالينا وسطينا. انت اللي هتسميه وانت اللي هتعمل اسبوع عشان يطلع زي ابوه راجل. اسمع الكلام وريحني وريح يوسف في تربته. يوسف كده يبقى مرتاح. خليه يحس ان هو مات عشان كلنا نعيش. اجمل المشاهد بجد. انا يعني بهنيكوا على ادائكم انتوا الاثنين وعلى خرجك الجميل الرائع. يعني تعيطنا كلنا الحقيقه. يعني لا ده يعني بحس ان انا قاعد قدام باثنين بجد من اروع الممثلين اللي بيعملوا مشهد من اصعب المشاهد. يعني انا بستمتع وانا بشتغل مع محمود عبد المغني بجد. من الناس القليلين اللي تقف قدامهم محمود السهل الممتنع على فكره. وبيديك هو بيديك احساس ان انت لازم تعمل كده. بنساعد بعض انا هو فاهمين بعض عارفين امتى هو يخلص كلام. مش بنلتزم بنص ولا ورق مفيش كيون يعني. يعني ممكن محمود يكون بيمثل مع حد تاني تلاقيه دخل عليه افتكر انه خلص. لا انا بحسه من صوت نفسه. يعني انا بقيت احفظه من صوت نفسه انه خلص كلام. انا عارف امتى هيوقف كلام. صح. فابتدينا نحفظ بعض فابتدينا نعمل شغل حلو مع بعض فعلا يعني. بس انا في الاخر طبعا بشكر كل اللي في المسلسل وبقول لهم مبروك لهنا شيحه ودينا الشربيني ومايس لان كل البنات وياسمين رئيس كل البنات بصراحه كلهم مفيش حد قال ان ياسمين عملت دور البنت كلهم الحقيقه برضه بشكل كل البنات عملوا شغل كويس. كل الولاد عملوا شغل كويس حتى نبيل عيسى معانا. في ناس كتير كل الناس عملت شغل كويس بصراحه من اول مسلسل لاخره كله كان كويس الحمد لله. الحب اللي كان موجود الحمد لله. اتفضل ياسمين تحديدا يعني عايز اشكر لها مساله ان هي ساعت ان هي تذاكر موضوع الكشف العذريه ده جدا وساعت ان هي تقابل بنت من البنات اللي حصل معاها كده واقنعتها ان انا اقعد معاها ونتكلم واخد منها تفاصيل ويوي. فيعني ذاكرت الموضوع كويس وكان عندها اهتمام انها توصل مش مجرد انها تقرا الورق وبس لا عايز توصل للحاجه الحقيقيه. ايه اللي جاي بقى؟ هتعملوا ايه بقى؟ ايه بيكو؟ ها؟ لازم المجموعه دي تشتغل تاني. مش هتطلعوا من الاستوديو ده غير وانتم متفقين على العمل تاني. بس هو لا حد انا هو اللي هكلمك جد. لازم تتفقوا النهارده تقولوا لي اتفقنا خلاص. خلاص المجموعه دي بالحب ده بالهارموني اللي موجود مش ممكن ابدا. والله نفسي نفسي يعني مش عارف طبعا اللي جاي ايه. هشام في حاجه عندك جاهزه؟ ربنا يبعت يعني. لا اصل انا افتكرت حاجه لسه كنت بقول لمحمود عبد المغني من كام يوم. بقول له افتكر ان احنا الثلاثه نعمل حاجه بس انا جاي. قال لي بص احنا ممكن نقلب سمير وشهير وبهير. بس الناس برضه ان شاء الله هتحبنا برضه يعني. ف
هو الورق هو الورق. انت شايف ان هم لو عملوا الثلاثه حاجه ينجحوا ولا ده وقت ان هو كل واحد يعمل حاجه لوحده؟ لا لسه مش لحاجه، مش لسه عشان خاطر كل واحد وكل واحد عشان عمل انت حبيبنا قوي. لكن انا حابب التجربه وبيصعب عليا احيانا ان تجارب زي دي بتنجح والناس اللي فيها بيطلعوا. شوف لما بيتكلموا هما الاثنين تحس انهم عاملين في تجانس، في هارموني قد ايه. لما كل واحد بينفصل بعد كده بتبقى التجربه محفوفه قبل ما خاطره. وارد ان امير ما هو بيعمل بطوله لوحده، محمود لوحده، وانا عملت لوحده. انا رايي كل واحد فيهم يقدر يشيل، لكن التجربه دي بالشكل ده هوت بالنجاح اللي كل واحد فيكم ناجح وكل واحد فيكم جان بريمير وانت فيدات وانت بطل وانت نجمه ومحدش ينتقص من نجوميه الثاني في حاجه، لا انتوا عملتوا حاجه بجد يتقال شابو، برافو عليكم، ارجوك كملوا يعني ما تضيعوش الفرصه دي تحت مسمى الانا. ارجوكم انا بقول لكم والله ما عندناش الانا دي خالص. انا وصلت عشان كده احيانا الانا بتلعب شويه، احيانا كده الشيطان شاطر بيعرف يعمل اختراق ويخش، لكن بجد انتوا عاملين شيء يستحق ان احنا انكم تكملوا. فارجوك يعني يا بكير انت هشام ما تفوتوش الفرصه دي. يلا هشام نكتب، يلا غني يا بكير، غني بقى بتاع بيغني بيغني يا ناس. مين فيهم عنده غير بيغني ولا حاجه؟ قراره بيغني. يلا سيجنا لبنان يعني سيجنا عياله. بعد المشهد الاخير ده زي العمار. لا خلاص. عموما انا اتمنى ان انا يعني بجد قريب نلتقي تاني، كنوا بتعملوا عمل تاني كنا ناجح جدا ونهنيكوا عليه ان شاء الله. واتمنى ان يكون النهارده يعني ميلاد. انا عارف انتوا هتجدوا تكريمات كتيره وافتكروا كلامي، انتوا هتاخدوا جوائز كتيره في مهرجانات وفي استفتاءات تستحقوها. احنا وجودنا معاك دي اكبر جايزه. لا والله انا اللي انا من الناس المحترمين يعني مبسوطين ان احنا طلعنا معاك. لا والله انا فخور جدا بيكم جدا، وصدقوني انا سعيد بالعمل ده جدا. فارجوكم انتهزوا هذه الفرصه ما تضيعوهاش، لازم تكملوا جدا جدا والله. اسمحوا لي في نهايه الحوار والحلقه ان انا اكرمكم واكرم اسره المسلسل ده، درع برنامج 90 دقيقه. انا بهديه لكم. بكير بيكو بكره بالعربي، مبروك. ده درع مبروك مبروك يا بيكو والله العظيم بجد. انا بهنيك بقول لك الف مبروك، بس فرحت لك والله. يا ريت نتصور مع بعض كلنا كده واحنا حوالينا. واحنا انا عايز اقول لمشاهدينا الكرام دي كانت حلقتنا النهارده من 90 دقيقه، ودي اسره مسلسل طرف ثالث، العمل الناجح المتميز اللي عملوه مجموعه من ابطالنا المتميزين الفنانين الموهوبين اخراجا وتاليفا وانتاجا وتمثيلا، اللي يستحقوا ان احنا نقدرهم ونقول لهم مبروك، عملتوا حاجه فعلا محترمه وجميله، وبشكركم جدا. دي حلقه 90 دقيقه، اسبوع على خير، مبروك يا جماعه. نفسي اعيش بالخير وابعد بعيد عن الشر.